المغرب بالأمس رابع العالم، تمنينا استمرارها وكتابة التاريخ واستمرارها بعد نسخة كأس العالم وكتابة التاريخ. خرجت بالأمس المغرب وهي كانت آخر من حمل لواء العرب في بطولة كأس أمم أفريقيا. مع الأسف لكل جواد كبوة، ومع الأسف الكبوة هذه كانت حزينة جدا، والكبوة هذه الحقيقة خلقت فينا شعور صعب تفسيره، لأنه لو بالنسبة لمنتخب مصر أو تونس أو الجزائر، الجزائر أقل نسبة لأن الجزائر كنا مرشحين، أو موريتانيا اللي خرج من الباب الكبير، بالنسبة لنا احنا المنتخب المغربي أقل ما يمكن، كما قال المدرب متاعه قبل ما يمشي الكاس أفريقيا، أقل ما يمكن أنه في المربع ده، والطريق كان مفتوح. لكن المغرب حقيقة أكثر حسرة حصلتي من خروج المنتخبات العربية من خروج المنتخب المغربي. يعني متألم على خروج المغرب أكثر من تألمك على خروج تونس؟ لأنه منتخب تونس كما قلت لك صندوق عجب نجم يخرج لك الباهي والخايب، ولكن بطبيعة تألمت على تونس، ولكن خروج المغرب ألمني أكثر لسبب وأنه مش مصدقين. تفسيرك؟ تفسيري عندي تفسير بكل صراحة، عندي تفسير لماذا كان المنتخب المغربي رابع عالمي، لماذا المنتخب المغربي تألق في كأس العالم بشكل كبير، لأنه كان ما كانش في وضعية المرشح، كان في وضعية الفريق اللي شالنجر نقوله، اللي ما هوش مرشح، اللي يدافع أكثر، ما هوش في الوضعية الآن في كأس أفريقيا. الوضعية متاع المنتخب المغربي وأنه مرشح وأنه الأخرين يتحدوه، بطبيعة الحال كل فريق يلعب ضد الفريق المغربي، وهذه للأمانة حقيقة نقولها، وأنه كي يربح الفريق المغربي يربح الفريق بس هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. يربح الفريق، يعني المنتخب المغربي ما يتحمل الضغوط؟ بالطبيعة ما تحملش، لا تنقص. أولا التركيز كان ناقص، ثانيا ربما إفراط في الثقة، لأنه العوامل هذه كلها والإفراط في الثقة ونقص التركيز عندي صورة لها، هي ضربة جزاء أشرف حكيمي. أشرف حكيمي سجل أهداف تاريخية في كأس أفريقيا من مخالفات من بعد 23 و24 متر، حطها في الزاوية 90، أشرف حكيمي ضربة جزاء سجلها وعينيه مغمضة. أشرف حكيمي أراد أن يبدع، أن يحط الكرة في الزاوية 90. يعني تحمل خروج المغرب في واحد من عناصر الخروج، واحد من طيب هذه موجود، يعني بالأخير هو حاول. الملاحظة الآن اللي بالنسبة لي أنا أهم من خروج الفريق المغربي، لأنه الفريق المغربي طيب قبل تروح الملاحظة خلينا نعقب على الكلام ويعقبون، لأن أنت سرسلت في أمور كثيرة خروج المغرب. أنا عندي تفسير تاني وعندي تعليق على تسديدة أشرف حكيمي. تفسير الأول مش متفق قوي مع فتحي في قصه ان هو الفارق ما بين كاس العالم وقوه المباريات ما يتحمل الضغوط، تحمل الضغوط مش متفق معاه في ديت، لان انا عندي تفسير تاني اعتقد انه اثر بشكل كبير على تركيز وليد الركراكي تحديدا. وليد الركراكي فتح على نفسه جبهات كتير اثناء البطوله، نفس العتب اللي عتبته انا على جمال بالماضي قبل البطوله والجبهات وخناقاته مع اللعيبه والصحفيين وبتاع، وليد الركراكي فتح على نفسه جبهات اثناء البطوله، مشكلته مع امبيمبا اللاعب الكونغولي، مشكلته رده على الكلام اللي كان بيجي من بايرن ميونخ بعد كده لما طلع تصريحات قال انا يعني فيما معناه ان انا ما مش مركز قوي او ما تفرقش معايا نتائج المنتخبات العربيه، يدافع عن المنتخب ولا جميل إيه؟ جميل، بس يعني مكان مش وقته، انا دلوقتي مركز مع فريقي، لا هتكلم عن عرب ولا زعلان من خروج العرب او مش زعلان، مش هتكلم عن بايرن ميونخ عايز اللاعب مش عايز اللاعب، مش هدخل نفسي في المتاهات دي، مشكلتي مع اللاعب. انا اقصد ان هو ايه تركيزه قل شويه، بقى بيطلع في المؤتمرات الصحفيه عشان يبرر. جميل، عشان يبرر. بعطيك حق الرد بعد ما نتابع مع مشاهدينا الكرام ماذا قال وليد الركراكي. ابري على لا كيسيون ديال المسار تقسات ولا ما تقساتش، عليه باللغه ديالي ما نعرف نقدر نقولها حق ما غاديش نقول الكيسيون العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا، مي سي با Oui. Je vais finir. Ah, je peux faire. Non, merci. Okay. C'est pas quelque chose qui m'intéresse.
اي واحد عنده لو شومان ديالو بيان سور اون ايتي ديسو بور او باسكو كيبقى خوتنا اون ايتي اوسي كونتون بور لو كونغو موا جو ريغارد لو ماروك ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على العرب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول اون اي دون اون كومبيتيسيون افريكان وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines arabes ou là la réalité li kaina c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord لك التعليق ده اللي بقوله هو فرع نفسه دخل نفسه في حوارات ملوش ده يعني ايه هتقلل من تركيزه لانه اضطر بعدها يطلع يدافع ويبرر ويشرح بعد كمان المؤتمر ده ابتدى يشرح هو كان يقصد ايه يعني اقصد ان هو من الممكن تكون دي عوامل تقليل التركيز بتتكلم عن المدير الفني المدرب فاضل بس الجزئيه بتاعت اشرف حكيمي لا اشرف حكيمي مش مرشح اول دايما لتسديد ضربات الجزاء انتونيو كونتي مدربه في الانتر قال لك ده لو كان اخر لاعب في العالم كل لاعبتي ماتوا وما فاضلش غير اشرف حكيمي مش هخليه يسدد ضربات الجزاء بس انا شفنا تسديدات من خارج المنطقه ويسجل يعني فيها يعني مش هو زي ما فتحي ما قال ان هو دايما الخيار الافضل في طيب مش الخيار الافضل نعم عبد الكريم يعني استمرار خيبات الامل في افريقيا مؤلم حقيقه يعني وكل ما نضع املنا في منتخب ونقول بان هذا المنتخب هو الذي سيمثل العرب بالشكل الافضل والامثل نصدم في النهايه بخروج غريب الان عقب اللي يعني قاله وليد الرقراقي لا اعلم اذا كان يعني نتكلم نحن عن المغرب نحن نتكلم عن المغرب كمنتخب عربي هو كيفه لان هذا الكلام مو اول مره يقوله هذا الكلام قاله في كاس العالم في قطر وعندما سئل عن ان او قيل ان المنتخب المغربي يمثل العرب قال نحن هنا نمثل المغرب ونمثل افريقيا وهو مصر على هو عنده راي في هذا الموضوع ولا حقيقه لا اعلم ما هي الحساسيه اللي يحملها هو ذكر انه لا يريد انقسام هو ذكر بالمؤتمر وليش شنو ما هو الانقسام انا اقول لك رد وليد انا اقول ما هو الانقسام الذي يسببه انتماء المغرب للعرب او تمثيل المغرب للعرب الحساسيه المفرطه عند وليد كلما يعني طرح موضوع تمثيل المغرب للعرب يحاول ان يبعده وينفي هذا امر يعني طيب على علامه استفهام طيب لكن هذا امر يرجع طيب له ولا اعتقد انه هو الان انا اعتقد بان واحده من اهم المشاكل اللي ليس فقط المغرب عانى منها لكن اغلب المنتخبات اللي لاعبينها يلعبون في اوروبا لا منتخباتنا انا اقصد العربيه اللي يلعبون في اوروبا يعانون عندما يشاركون في بطولات مجمعة لذلك لاحظ المنتخب المصري دائما ما كان سيد أفريقيا لأنه كان يعتمد على اللاعبين قلت البطولات عندما زاد المحترفين قلت البطولات لأن الوضع أصبح مختلف والتفكير أصبح تفكيرين عبد العزيز لان فتح اداء عنده تعليق بس انت في 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 وجهة نظرك في خروج خيبة الأمل العربية في تفضل أنا أعتقد بالنسبة لخروج المغرب ما راح أتكلم عن أي خروج لأي منتخب عربي آخر خروج المنتخب المغربي خلنا نسأل سؤال آخر لقب أو اللقب الأفريقي المغربي الوحيد في كأس أمم أفريقيا متى عام 1976 يعني إحنا على بال ما نوصل بعد سنتين راح يكون 50 سنة المنتخب المغربي لم يحقق أي لقب أفريقي 48 عام هذا الشيء الأول الشيء الثاني هل الاتحادات المغربية أو الاتحادات اللي أشرفت على الكرة المغربية خلال 48 سنة هذه لم تهتم بكأس أمم أفريقيا لم تداري له بال كان اهتمامهم الرئيسي هو التأهل لكأس العالم وبعطيك ثلاثة أمثلة على السريع في 86 أقيمت كأس أفريقيا في مصر طلع المنتخب المغربي من دور قبل النهائي تألق في كأس العالم وتصدر مجموعته وتأهل وطلع بهدف في الدقيقة الأخيرة من لوثر ماتيوس بطل كأس وصيف بطولة كأس العالم في 98 طلع المنتخب المغربي من الدور الثاني وقدم بطولة كبيرة في كأس العالم فرنسا وقدم مباراة تاريخية أمام المنتخب الأسكتلندي وهزمه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أول العام في نفس الوقت طلع المنتخب المغربي من أمام المنتخب المصري في الدور الثاني في بطولة أمم أفريقيا وفي نفس العام آخر العام أحرز المركز الرابع
في كأس العالم. إذا هناك يا أن الاتحادات التي أشرفت على الكرة المغربية خلال 48 سنة هذه كان تركيزها هو كأس العالم، لأن أشياء غريبة صراحة يعني كان تركيزهم في كأس العالم وضحتها، أو أن في البطولات المجمعة يكون هناك عدم استمرار للعمل والبناء. الله أعلم يا أخي، لأنه طيب. شيء غريب يعني خروج المنتخب المغربي. طيب فتح ولا غريب، أنا تحكي على 48 سنة و 50 سنة، أي اليوم عنده فريق، اليوم عنده فريق محترم. الجزائر قداش قعدت باش هزت كاس فريق 2021، ولو هزت تونس باش تلومني اش بك هزيت عام كذا، معناها جاء جيل جديد. نقطة الأولى. نقطة ثانية، سمعني أنا كنت باش نحكي حكاية أخرى، يقول لي يترشح يحب كأس العالم ما يحبش كأس فريق، هو حر. سمعني كل البلدان العربية الأفريقية الساعة تحلم باش تمشي لكأس العالم، صحيح تحلم، وانت باش تمشي لكأس العالم يلزمك تترشح أمام الفرق الأفريقية، ولاش يعيب وأنه يمشي لكأس العالم وما يهزش كأس أفريقيا. نقطة ثانية، تفضل كان كل كلمة باش تقولها باش تقص عليا. تفضل تفضل، انت قلت أنا جاوب. تفضل وبإيجاز. لا لا أنا ما فهمت كلامك الآن. الآن واتفق العرب على أن لا يتفقوا، ولكن اتفق العرب على أن ينسحبوا خمسة